أما الحاضر فتغير شكل الألعاب وتطورت برمجتها، صار عندنا مسابقات على أغلب الألعاب المعروفة، وإذا كانت غير معروفة تقدر أنك أنت تختارها وتحطها في منافسة الألعاب الإلكترونية، أو تبحث عن فريق يساعدك، أو تشتغل على طلب فرق منافسة في أي صالة تبيها من صالات الألعاب الإلكترونية المتوفرة. الآن صار عندنا شركات ومنصات تنظم مسابقات في أجواء من الإثارة والمتعة. أحد أبرز هذه المنصات هي منصة STC Play اللي أنشأتها الشركة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاعات الرياضات الإلكترونية وتقديم خدمات مختلفة لمحبي الألعاب، مثل إتاحة فرصة التنظيم أو التنافس في بطولات الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة المحتوى المتعلق بالألعاب لخلق التفاعل بين اللاعبين. وتم إنشاء أكثر من 300 بطولة من قبل مستخدمي STC Play بقوانينهم وشروطهم الخاصة، وتم تنظيم 40 بطولة من قبل منصة STC Play للاعبين الهواة والمحترفين بجوائز متنوعة وقيمة. كما تقام على منصة STC Play جميع البطولات أكبر حدث خيري عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية، مبادرة لاعبون بلا حدود، والمنظمة من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بأكثر من 900 بطولة على المنصة بمجموع جوائز تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي. أما من ناحية تطوير الألعاب تقنياً، هذا صار واضح ومرئي وملموس، لأن أجهزة الكمبيوتر ومنصات إطلاق الألعاب تقدمت بشكل رهيب في عناصر تكوينها والأجهزة المعالجة الخاصة في أجهزتها، لأنها وفرت القدرات الخاصة للعناصر من زيادة القدرة الاستيعابية وزيادة سرعة المعالجات المركزية.